مؤازرة وعميلة وخاينة، هكذا يقال. مش حاكم عربي ولك تبص على المنطقة تلاقيش فيها راجل إلا من رحم ربك. الرئيس التركي عبر عن استغرابه للمرة الألف برضه واندهاشه وعجبه من ردة فعل العالم الإسلامي. İslam dünyasının İsrail'i devlet olarak tanıması emir buyurdunuz efendim. Ne demek? Tabii yaparız. Böyle saçmalık olur mu? Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun da cevabını zaten her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Bu cevap içinde biz Arap Ligi'nin inşallah bu ferasetinin devamını temenni ederiz. Ve orada da üç tane Arap ülkesinin büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, bunlar tabii maalesef zilletin bir ifadesidir. Zilletin, hatta zul müşterek bin Arap ve Türk. للأسف zilletin بيوتكم. يخرب قال لك بس الجامعة العربية الوظت الحكاية هي يعني فظيعة. يعني نحتفظ بحقوق الطبع، قلنا كده من أول ما انتهى اجتماع الأشاوس في جامعة أم الغيط. هي الوظوا إزاي؟ لا هم ما تبقاش عارف هم وافقوا ولا رفضوا ولا علعوا ولا لبسوا. تعرف لهمش كده متزفلطين. وده حال كل الخونة. بالأمس عرضنا الجزء الأول من تسريبات محاضرات عميد الجيش في التربية العسكرية، هذا العميد اللي بيزيف التاريخ بفجور وبيضرب العيال. معانا الجزء الثاني من التسريبات بعد أهم التصريحات. الدكتور محمد البرادعي، هل من المعقول أو المقبول في هذا التوقيت أن يستمر الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس؟ إذا لم نستطيع أن نداوي خلافاتنا ونطبطب جراحنا والوطن يحترق والقضية تصفى، فمتى علينا أن نساعد أنفسنا قبل أن نطلب المساعدة من الغير؟